العافية اللي بيصابوا بالاكتئاب بيبقى عندهم في التفصيلة الدينية مشكلة. لا اعذرني انا متأسف ما بقدرش اقول لحضرتك لا وحضرتك عارف. لا لا بالعكس، بس دي انا قلتها كده ليه بقى قاصد بقى، لان عندنا الاكتئاب بالذات خلينا نقول هم نوعين. طيب بالبلدي هم كتير بس نقول نوعين. في نوع ليه علاقة باختياراتي وقراراتي واتخاذ القرار وكذا، يعني انا خدت قرارات ضيعت نفسي اذيت عيالي كان وارث قرشين راحوا مني بقرارات خطأ فجالي اكتئاب ثانوي. يعني لو جيت قلت لي بقى حضرتك ده بالمشكلة دي، لو حضرتك ما قلت عليا قلت لي والله عمرو انت القرشين اللي راحوا في البيت اللي انت كنت بتاع امسك يا عم وبتاع الله يبارك لك انا كده تمام عادي. النوع الثاني الاكتئاب الاولي اللي انا بنام واصحى عيان زيه زي مثلا، هتلوم واحد ان جاله التهاب في الغده الدرقيه محمود بيه؟ لا يعني انا نمت صحيت عندي الغده الدرقيه فيها حاجه يا ربنا يشفينا ويعافينا امين يا رب يسترها علينا. هتلومني لو انا جالي الالتهاب ده؟ اهو كذلك الاكتئاب الاولي. فالناس بيبقى في خطا في الحته دي لبس جامد قوي. ليه بقى؟ الاكتئاب بيعطل الحركه، بيخلي الواحد مش عارف ياخد قرار حتى يروح للدكتور من شراسه الاكتئاب لما بيبقى في درجاته العاليه. فبيجوا مين اللي بياخدوا بالهم من المريض؟ الاهل. الاهل لو ما عندهمش الوعي يعملوا ايه؟ يجوا للمريض ويقولوا له اه يا ابني قوم صلي لك ركعتين هتبقى زي الفل، يا حبيبي روح قداس لحد هتبقى تمام، يا اخوانا انا مش قادر اتحرك اصلا. فيبتدي المريض الوعي بتاعه يتحمل فيه ويتطعم بفكره انه هو اللي مسؤول عن مرضه مع انه مش قادر يطلع منه بارادته ولا هو قادر ياخد خطوه حتى يروح للدكتور. كويس. اخر الاكتئاب ده وانا دايما بنفعل قوي لما في الحته التفصيله دي ليه بقى؟ اعلى درجات الاكتئاب الاولي هي اللي فيها جزء الانتحار. يعني اللي بينتحروا دول والله اعلى واعلم كتير منهم بيبقوا قالوا قبلها احنا مش قادرين نعيش. صحيح. يا ابني خد قرار تعيش ماليش قادر. يا ابني خد قرار تتعالج مش قادر. نسميه ميلانكوليك ديبريشن، اكتئاب اسود يعني احساس فظيع. يجي في الاخر لا بقى انا ما يعني الانتحار ليه مجموعه اسباب على راسها الاكتئاب ده النوع ده. فعلشان كده بقول للناس اللي حوالين المريض، مش بقول للمريض نفسه اللي في الدرجه العاليه دي، انما اللي سعادتك بتشير اليه هو صح جدا في الاكتئاب الثانوي. خلينا نقول انه انا عندي يا اما عطل في اتخاذ القرار نفسه لسبب او لاخر، والعطل ده في بعض الاحيان يعني كمان هو ده اللي انا بقصده. ان ساعات ما انت تقول له مثلا طب بس استهدى بالله كده يوم تطلع منه الفاظ مش تمام، لانه في حاله كانه مش مسيطر على نفسه. ده اللي انا اقصده. يعني كمان راجل كندي في الاجتماع اللي قلت لسعادتك عليه ده وسالته على طب انتوا بتتصرفوا ازاي بقى في الموضوع ده، لان احنا عندنا حاجه اسمها العلاج النفسي، يعني اي طبيب بيبقى معاه دكتور موضوع اتخاذ القرار. كويس. فانت دلوقتي عندك واحد مشلول الحركه مش عارف فانت هتعمل ايه؟ فقلت له بقى ادينا ايه من علمكم اللي انتوا بتشتغلوا بيه في كندا وفي امريكا، بتعملوا ايه مع الناس دي فيما يتعلق بالعلاج النفسي؟ كويس. لانه العلاج النفسي ده اللي هو بيشتغل معانا اخصائيين نفسيين اكلينيكيين. حلو. هم اهم مننا يمكن في الشغل، مني انا شخصيا يعني مش من زمايلي، ولكن نوجههم في انهم يعملوا ايه لان ما بتجيبش نتيجه عندنا. قال لي ولا عندنا. طب نعمل ايه يا سيدي؟ قال لي الدواء. الدواء بس. طب كويس. وانا برضو حبيت اشير للموضوع ده لان ناس كتيره قوي بتعتبر الدواء ده وصمه. فيا جماعه لا، العلاجات الله سبحانه وتعالى جعلها على الارض. انا بقى لي اكتر من 25 سنه شغال بالادويه بصراحه، يعني ناس كتير يعني بتظبط بتظبط البنات. ساعتك بتقولوا ده خليني اقول انا ساعات كمان بطلع كده مع حضرتك ولا حاجه واقول يا جماعه الادويه بس يعني يا ريت تراجعوا حد من الدكاتره الاول. لا. ما ناخدش الدواء من دماغنا. لا ناس دي كتير قوي لا ما فيهاش يا ريت ده بيقولوا لبعض يا محمود بيه دلوقتي. لا دي بقى انا اللي اعترض عليك بقى. دي ما فيهاش يا ريت. الدواء المهدئات لا تؤخذ اطلاقا الا بمعرفه الدكتور. لانها خطر يعني. بقوا ناس تستسهل دلوقتي وبعدين المشكله انه ادويه زي ادويه الاكتئاب لو مش تحت الملاحظه وبطانه تكوين البني ادم حامل لمرض تاني جنب مرض الاكتئاب او نوع معين من الاكتئاب الوجداني بتاع ثنائي القطب، نفس الادويه اللي بتخليه كويس بتدخله في مرض تاني، ودي انا بشوفها كل اسبوع على الاقل مرتين ثلاثه.